السلام عليكم الزول الفلاوان، الحمد لله راكم بخير. فوالا مازلت في الماريكان، راكم تشوفوا رانا في لوتوغوت. على بالكم على انا بغي لوتوغوت باسكو في البلاد خدموا 1216 كيلومتر لوتوغوت، قامت لنا 17 مليار دولار. ونهار الاول كنسنياو نورمالمون البودجي الاول 7 مليار دو دولار، 7 مليار دو دولار. شوفوا الطوب تاعهم، شوفوا بالحشيش في الوسط ما شاء الله في بلاصتها. دونك انيسيالمون لوتوروت اس ويس 7 مليار دو دولار، على لا فان 17 مليار دو دولار. سا فيدير بلي 10 مراير دولار سور فاكتوراسيون، سيتادير الرشوة. وكاين واحد يسموه فريد بجاوي اللي هدرت لكم عليه، لاسوسي تاع شكيب خليل، على بالكم باللي خلص 1.25% دان كونترا افيك لو كونستركتور شينوا سيتيك سي ار سي سي، اي لو كونترا سيتي 528 مليون دولار. يعني مع الشناوة شوف الرعب، شوفوا 1 دولار والله ماشي انا اللي درتها، والله الواسع. دونك مع الشناوة هذاك فريد بجاوي ربح 66 مليون دو دولار. اي سي اون اجوت ا سلا لي 198 مليون دو دولار اللي ربحهم مع شكيب خليل بين لا سوناتراك والطلياني سايبيب، سيتاني بلي هذا الانسان كان يعيش على ظهر تاع الشعب الجزائري. دونك راكم تسمعوا ولا لا؟ يعني حنايا حنايا اسكو نبقاو كيما هاك؟ اسكو نخلوا الناس يسرقوا الشعب الجزائري وحنايا ساكتين؟ على بالكم ياكلوا في الدولار، ياكلوا في الدراهم تاع الشعب. سي مورار ما تخافش، طوموبيل ماهيش بعيدة. يعني اسكو نخلوا هذو الناس يسرقوا في الدراهم تاع الشعب الجزائري وحنايا ساكتين؟ اسكو فا غيستي لونتون سيلونسيو؟ حنا ما كاش رجال في البلاد ولا كيفاه؟ ما كاش نسا في هذه البلاد ولا كيفاه؟ لماذا 40 مليون جزائريين ساكتين ويخلوا السراقين يسرقوا في الدراهم تاع الشعب الجزائري؟ لوتوغوت 7 ملاير ولا 17 مليار دولار يا الشعب الجزائري. وهذا فريد بجاوي ما داروا له والو، يسرق في لوتوروت، يسرق في السوناتراك، يسرق في كل شيء وحنايا ساكتين ولا كيفاه؟ لازم نوقفوا، لازم نكونوا قدام الوزارة العدالة ونقولوا الوزير عدالة واش راك تستنى باه تحبس هذا السراق تاع فريد بجاوي، هذا السراق تاع شكيب خليل، هذا السراق تاع وتقدر، شرا نستناو باه نطلبوا العدالة الجزائرية باه دير خدمتها. هذا مكان كيما هنايا ألبير ستادلي سرق دراهم دخلوه الحبس في الميريكان وحنا مالناش رجال ولا كيفاه؟ بكاش العدالة في البلاد. فوالا سكو جو دوموند او باب الجيريان، لازم يوقف بالطريقة السلمية قدام العدالة الجزائرية، باه العدالة الجزائرية تدير خدمتها. هذا مكان و سي قايد صالح اللي راه يحكم في البلاد، شارك تستنى ما تحبس هذا السراق تاع شكيب خليل، هذا السراق تاع فريد بجاوي، هذا السراق تاع وتقدور، هذا السراق تاع مصطفى قيتولي. يا سي قاي صالح ما راناش نطلبوا منك باه تخرج الوالي في اي ولايه ولا تخرج مدير الامن في وهرن ولا في تلمسان ولا في شلف ولا في تيبازا، حب
بسر للسراقين السراقين والفاسدين اللي سرقوا دراهم تاع الشعب الجزائري. فوالا ce que nous demandons à la justice algérienne et voilà ce que nous demandons à l'armée algérienne. هذا ما كان حاجه اخرى ما يتحملاش. لازم تحبس السراقين. وشوفوا شوفوا لوتوروت فوالا شوفوا لوتوروت الحشيش في الوسط. يعني على بالكم هنايا يعرفوا يخدموا. وبركة والرشوة مع الشناوة. بركة أنا الرشوة مع الشناوة تاسوفي 10 ملاير دولار الرشوة بزاف بركة. استحفظوا شوية على بلادنا. استحفظوا شوية على بلادنا. أختيكم الرشوة أختيكم الرشوة. أتهلا في روحكم والسلام عليكم.